طلبتوا مني الطريقة بالتفاصيل، فيا ريت نطلع الفيديو ده اكسبلور. تمام، حلة فيها مية، ملح، كمون، جبت الكرنب وشلت من عليها الورق الأخضر، هسلقه لوحده، والورق اللي هو الأبيض ده لوحده. بحط الورق الأبيض الأول بسلقه، بعد كده برجع أحط الورق الأخضر كده. تمام، بحط الكرنب على النار حوالي 3 دقايق بالظبط، مش بكتر عشان الورق ما يتهراش، او 2 دقايق حسب ما تلاقوا الورقة دبلت معاكم، تروحوا رافعينها من على النار على طول. تمام، وبعد كده باخده وبقطع منه العروق. العروق دي كنا زمان اما كنت قاعدة في بيت عيلة وكده مع حماتي، كنت بقطع العروق دي ونعملها مخلل، ده اسمه مخلل سريع. كنا بنحط عليه مية بملح، ونجيب كمان البنجر. وبعد كده دلوقتي ببدأ ان انا اقطع المحشي زي ما انتم شايفين، باخدها كده افردها والفها لفها عشان اقطعها حتت صغيرة تبقى كلها. بصوا انا عايزاه كله يبقى مفيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة سوا بعض. تمام، باخدها بعد كده بقطعها حتت صغيرة وبحطها على بعض كده، كل بعملهم كذا كوم كده جنب بعض. وبعد كده بجيب ورقة كروم بحطها في الحلة الأول، بعد كده بصل، بعد كده طماطم بقطعها شرايح، دي اسمها الأرضية بتاعة المحشي. وحطيت ملح وبحط فلفل أسود، برز طبعا أنا غسلاه رز مصري، وبصل بصلتين كبار، فلفل أسود، المحشي بيحب البصل كتير، فلفل أسود، ملح، كزبرة، كمون، صلصة طماطم أنا بعملها في البيت. الخضار ده يا جماعة أنا بحفظه في البيت تملي عندي، عشان ساعات كتير ببقى يعني ايه عايزة أعمل محشي بيبقى الحاجة موجودة عندي بدل ما أنزل أجيبه كده، بيقعد والله بالشهور عندي، مش بيبقى أخضر زي ما أنتم شايفينه كده، مش بيجراله أي حاجة. إن شاء الله هعمل لكم فيديو طريقة التخزين عشان فيه كتير طلبوا مني. وبعد كده بحط الخضرة وبحط زيت وبقلبه كويس قوي كده. تمام، ببدأ اللي انا الفه زي ما انتم شايفين، حبة رز صغننين خالص، شايفين الصبع صغنن وحلو ازاي. وكده خلصت المحشي، ودي معلقة سمنة بلدي كبيرة، معلقتين يعني يعتبروا، حطيت شوربة وعليها صلصة من اللي انا كنت عاملاها دي، وهي دي الطريقة، ويا رب الطريقة تعجبكم. ودي ورقة كرنب بحطها فوق الوش كده عشان